عواد فرق في نادي الزمالك؟ لا بس هو عواد طبعا، يعني نادي الزمالك هو اللعيبه كلها بتحس ان الاهلي والزمالك بيساعدوا جامد جدا ان هم اللاعب يروح المنتخب يعني. فممكن هو كان يعني مستعجل جدا وعايز يروح الزمالك، او يعني معظم اللعيبه كده يعني. طب هو فرق رحيله عن الاسماعيلي؟ فرق مع الاسماعيلي؟ طبعا عواد انا بكلمك بمنتهى الصراحه يعني، يعني في السنه اللي قبل ما يسافر فيها السعوديه كان هو نجم النادي، كان نجم النادي وكان عامل فرق كبير جدا في النتائج يعني. وجوده فرق بشكل كبير مع الفريق. طبعا السنه اللي هو لعب فيها دي قبل ما يسافر، قبل ما يسافر السعوديه. شايف ان هو عنده حلول ممكن يرجع الاسماعيلي؟ هل ده حل ولا صعب؟ هو يعني للاسف هو مش من النادي، انا كنت موجود طبعا السنه اللي فاتت، فهو ورجع من السعوديه فتعامل معانا معامله يعني عايز يزهقنا منه يعني، والكلام ده مش كويس يعني. انا اللعيب بحترمه من معاملته، وانا يجي يتكلم بمنتهى الشياكه كده، انا عايز امشي، انا عايز اروح الحته الفلانيه. ما هو عمل ايه بقى؟ ما بقاش يرد على التليفون؟ لا لا لا، هو جه التمرين اتكلم كلام مش كويس طبعا على زمايله شويه، انا مش عايز اتكلم تاني، قال اللعيبه دي ما اقدرش العب معاها حاجه تقريبا. كده يعني. وشويه حاجات تانيه كده، اصل انا بحب عواد يعني عواد انا عملت له عقد، ما كنت مدير فني سنه 2013، وانا اللي عملت له عقد 5 سنين، وكان يعني كنا بنجهزه ان هو يلعب مع محمد صبحي. فهو غلط يعني، مش من نادي بشكل مش حلو يعني. فانا ما اعرفش، النادي الاسماعيلي برضو بيبقى ليه عادات وتقاليد صعبه شويه يعني، ممكن ما يدخلوش تاني، ممكن ما يرجعش تاني. وممكن يبقى في امل يعني. قفلت عليه الضمنه شويه يعني، ابو جبل دلوقتي موجود، جنش موجود، لازم هيحتاج يطلع اعاره لو هيعيروه. بس هو حارس ممتاز. بس كابتن سعفان قال لي ما بيستحملش الضغط. كابتن سعفان اللي قال لي كده. لا انا اعتقد ان السنه انا كنت بره النادي. انا اعتقد كنت في الاردن السنه اللي قبل اللي فاتت، كنت بتفرج على كل الماتشات بتاعت الاسماعيلي، هو كان شايل النادي بصراحه يعني، معنى ان هو يعني يتالق في ماتشات مستمره يعني، هو يعني حارس كويس ويقدر يتحمل المسؤوليه ويتحمل الضغط.